اولا بعدا في البدايه يعني شكرا لكم على هذا التتبع الاعلامي ديال شوف تي في، وكذلك شكرا كاع لوسائل الاعلام اللي تدعموا هذه المبادرات الانسانيه. اليوم يعني كيف ما تتشوفوا باننا تنتواجدوا في واحد المركز ديال مركز الايواء المؤقت اللي تيضم تقريبا يعني 60 سرير، تقريبا اليوم وصلنا تقريبا غادي ل 40 اللي غادي نوصلوا. المبادره ان كيفاش جات، هي ديجا جمعيه التحدي للمساواه المواطنه تتشغل يعني مع مجموعه من الفئات ومن بينهم يعني الشباب والنساء. الفكره جات اننا اليوم فاش كانت هذه الحاله ديال الطوارئ، حنا فكرنا لهذه الفئه نظرا اننا يعني انسانيا يعني مش ندافع على الحق في السكن، يعني من حق هذه الفئه انه يكون عندها سكن ويكون عندها مأوى. كذلك يعني كان تنسيق ما بيننا وما بين يعني الجهات المسؤوله اللي هي مؤسسه التعاون الوطني والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه يعني في قسم العمل الاجتماعي لعمل مقاطعه الدار البيضاء أنفا. كانت الفكره واش ممكن اننا نحولوا بعض الفضاءات ديال التنشئه الاجتماعيه الى فضاءات الايواء مؤقته، وكان يعني تجاوب من طرف هاد المسؤولين، وكانت يعني دعم وشراكه في هذا الاتجاه اللي حقات هذه المبادره. يعني المبادره اليوم هي كاينه على ارض الواقع، كيف ما تشوفوا كاينين مجموعه من الشباب اللي هما ديال منطقه جهه الدار البيضاء سطات، وكاين خاصه يعني لعمالات مقاطعه الدار البيضاء أنفا. المبادره يعني فيها مجموعه من ورشات تحسيسيه، فيها يعني ورشات ديال القراءه ديال التوعيه، كذلك بعض المرات يعني في ظل البرنامج تتزورنا يعني اخصائيه ولا طبيبه اللي ممكن انها تدير يعني التشخيص ديال بعض الحالات الا كانوا عندنا جداد، ولا بعض الحالات اللي فيهم بعض يعني عندهم يعني اعراض صحيه تتشوفها معهم. ولكن خلال هذه المرحله كامله ما سجلنا حتى شي حاله انها تصابت يعني خلال المراكز كلها اللي تتشرف عليها يعني مجموعه من الجمعيات. ولكن اننا في هذه المرحله يعني بالفعل اننا استفدنا الشيء الكثير مع هذه الوليدات، يعني تلقى يعني عالم اخر كاين، مغرب اخر، طاقات اخرى اللي ممكن اننا نحاولوا نضفوها خلال هذا الحجر الصحي. ظروف عائليه، انا اولا ما كنتش عايش هنا في المغرب، كنت عايش في ليبيا. نهار دخلت بحالتي للمغرب هنايا وقفت على اساس الوراق ديالي، على اساس عائلتي هي اللي تعاونني وتهز بيا، ما هزتش بيا لا عائلتي لا حتى حاجه. خرجت للزنقه لا تسال الحرب، دخلت على قبل الوراق ديالي انا باش نخرج الوريقات ديالي، لا عائلتي كامله ما بغاتش توقف معايا، ما بغاوش يعطوني حتى شي مساعده من عندهم. فيها بزاف الحوايج الزنقه، فيها الحقره، فيها التعدو، فيها بزاف الحوايج. كاينين شي حوايج اللي ما عمري تخيلت نشوفهم حتى وليت كنشوفهم انا في الزنقه. الظلم هذه اكثريا كاينه في الزنقه، ما بقيتش باغي نعيش في الزنقه كاع انا، صافي بغيت نبدل واحد الحياه اخرى. انا ما دخلت لهاد البلاصه هذه تبعدت من الزنقه، سديت عليها واحد الباب، يعني ما بقيتش باغي نحل هذاك الباب ديال الزنقه نعاود نرجع ليها. باغي تعذبت ديال بصح، والحمد لله هادشي بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى والفضل ديالكم نتوما. باغي نبدل راسي، باغي ندير شي حاجه من هنا لقدام اللي غادي اللي تقدر عائلتي تفتخر بيا كاع كامل ارادتي. انا باغي نجي ليه، اولا سمعنا بهذا المرض ديال كورونا، وثانيا الزنقه ما بقاتش محميه كما الاول. داكشي علاش انا دخلت لهذا المركز هذا وبغيت نبدل حياتي. كنلقى بزاف د الحوايج، كنلقى الرعايه، كنلقى شي حوايج اللي ما كنتش موفرهم انا راسي في الزنقه لقيتهم هنا موفرين. شافتني الطبيبه الحمد لله ما كاينه حتى حاجه عندنا، واللهم لك الحمد. الحمد لله زوين، كنتريني وكنجري وكنلعبوا شويه كره، كندخل لاصال، والنهار ديما ان شاء الله كيكون دايز. الصلاه مع عمري صليت، وليت كنصلي، تعلمت شي بزاف د الحوايج، ماشي شويه ولا بزاف د الحوايج تعلمتهم زوينين. انا بنصح بالشباب والوليدات كاملين بما كما اي ظروف كما كانت النوع ديالهم ما يقربش للزنقه، هذه اولا كما بغاو يكونوا الظروف ديالهم، لان الزنقه واخا كتشوفها زوينه بعين المجرده، لكن كاينين شي حوايج فيها ما تحملش انت تشوفهم ملي كتعيش في هذيك اللحظه اللي في الزنقه.